السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الصحافة، والذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء من عناوين ومقالات لرأي والتحليل السياسي خلال أسبوع كامل، وحول أهم وأبرز القضايا، كما نعرج على صفحات التواصل الاجتماعي لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال الأسبوع، وبعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصاد الأسبوع وهي رسوم الكاريكاتيرية، فأهلا بكم. بداية قراءتنا لأبرز عناوين هذا الأسبوع من موقع صحيفة 14 من أكتوبر ونطالع فيها. رئيس الجمهورية يطلع على سير العمليات العسكرية في مختلف المواقع. نائب رئيس يناقش مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة جهود تنفيذ الاتفاق. اجتماع صحي بتعز يناقش آليات مكافحة انتشار حمى الضنك في المحافظة. ومركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدا لعلاج 100 جريح يمني في عدن وتعز. وبالانتقال إلى موقع صحيفة مأرب بريس، حيث علقت بالعناوين التالية ومنها: رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من أخيه أمير دولة الكويت. نائب رئيس الجمهورية يستمع إلى مستجدات الأوضاع في محافظة تعز. مجلس الوزراء يناقش أولويات عمل الحكومة في ضوء تنفيذ اتفاق الرياض. ورشة عمل لمناقشة تطوير وإدارة الموازنة العامة للدولة في اليمن. ومع موقعنا الأخير من فقرة عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، نقرأ لكم من موقع صحيفة الشرق الأوسط السعودية العناوين الإخبارية التالية: رئيس الجمهورية يشيد بالدور الإيجابي البريطاني إلى جانب اليمن. نائب رئيس الجمهورية يلتقي محافظي وقيادات إقليم سبأ. سفير بلادنا والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة اليونسكو الدكتور محمد جميح يحذر من نهب الآثار وتجريف التعليم في اليمن. بدء ورشة عمل حول التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت في عدن. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي، ونعرج على أهم ما كتب فيها، والبداية مع الكاتب محمد سالم برمادة مقالا بعنوان عظيم أنت يا هادي. يبتدئ الكاتب قوله بأن يوما بعد آخر يثبت فخامة رئيس القائد المشير عبد رب منصور هادي أنه قائد وزعيم عظيم تسلح بالشجاعة وقدم الغالي والنفيس في سبيل أن تبقى راية اليمن موحدة وعالية ومكللة بالمجد والافتخار وعنوانا للشموخ ورجولة. ويواصل قائلا: يتربع في العرين الذي يدك بصموده وحكمته أوكار الغدر، ويفضح انقلاب الانقلابيين الحوثيين الإيرانيين، ويعري بشجاعته مواقفهم المخزية وتآمرهم وغدرهم وعهرهم السياسي بالتآمر على أبناء جلدتهم. هكذا هو الرئيس القائد عبد رب منصور هادي، الذي حمل الوطن والشعب في فكره وعقله، ودافع عن مصالح وثوابت شعبه الوطنية. وأكمل الكاتب مقالته موضحا بأنه من هذا الواقع ومن صميم الألم نتلمس شعاع أمل ووميد
نور نستمد من وجه القائد الرئيس هادي، الذي من نور وجهه نستمد نورا يضيء لنا الطريق، وأكمل قائلا: من شموخ رئيس الجمهورية نستمد الشموخ وطريق الانتصار، ومن صموده وصبره نستمد الصبر ونعزز قيم الكرامة والكبرياء في نفوسنا، ويكبر حب الوطن وقائد الوطن في صدورنا وقلوبنا. وأسهب الكاتب في مقالته بأن أملاً متجدداً في أعماقنا وثقة تزداد فينا أن غداً اليمن أجمل وأروع مع رئيس القائد عبد الرب منصور هادي، لأنه يجسد فينا معاني الوطنية ومعاني عشق الأرض والتشبث بالجذور، وأكمل قائلاً: رئيس الجمهورية رمز الأصالة اليمنية بأروع صورها، ورمز الشرف والكبرياء، رمز الصمود بأبهى معانيه، ورمز الطهر والشرف والنبل والوفاء، فمعه وخلفه سنحلق إلى الأعالي. وختم الكاتب مقالته موضحا بأن للرئيس القائد المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، هذا القائد العظيم قرأ تاريخ أمته وتاريخ الإنسانية بعمق ليستخلص منها العبرة رافضا اليأس أو التهاون، لذا فالوطن والمواطن معه بأمان. وختم قائلا: نثق ثقة كاملة ومطلقة في سيادة الرئيس هادي وبقيادته وبحكمته وبشجاعته وبصموده، سنبقى معه وسنسير صفا واحدا خلف رايات مجده، لأنه صان الأرض والعرض والكرامة، والله من وراء القصد. دعونا الآن ننتقل لموقع صحيفة مأرب بريس ونسلط الضوء على مقال للكاتب والصحفي حسن غالب تحت عنوان اتفاق رياض لا عدو سوى الحوثي. بدأ الكاتب مقالته مشيرا بأن اليمنيون شاهدوا بسرور كبير ما حدث في عاصمة القرار العربي الرياض من اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والذي أنهى حالة الصراع داخل صف الشرعية وأعاد وزن البوصلة باتجاه معركة اليمنيين التاريخية مع دولة فارس وملحقاتها الإقليمية وميليشيا الحوثي الإرهابية. وبدأ قائلا: الاتفاق تجلى فيها الحكمة اليمانية والدبلوماسية والخيال السياسي البناء لدى اليمنيين، حيث استطاعوا مرة أخرى ردم الفجوة وإعادة ترميم صف الشرعية اليمنية التي تبسط سيطرتها على معظم أراضي الوطن. وأشار الكاتب في مقالته بأن المتابع لإرهاصات الاتفاق سيعرف جيدا الجهد المبذول مع رئيس الجمهورية وكل الوطنيين الأحرار لتفويت الفرصة على العدو الفارسي الذي ظن حين خلاف بين الإخوة أن الفرصة سانحة لاستعادة السيطرة على اليمن العربي الكبير، واستطرد قائلا: وسيلمس عن قرب حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة على حقن دماء اليمنيين وما يبذلونه من جهد ودعم كبيرين لاستقرار اليمن وتنميته، وسيشاهد نجاح حكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومتابعة مستمرة من ولي العهد ونائب وزير الدفاع، وما يقوم به السفير السعودي لدى بلادنا من جهود مشكورة في سبيل حلحلة ملف يعد من أكثر الملفات الشائكة في اليمن. وختم كاتبنا بأن الوصول في وقت قصير وقياسي لاتفاق عجزت منظمات ومؤسسات دولية عن تحقيق مثله لسنوات، سواء في اليمن أو في غيره من البلدان الذي تشهد صراعات داخلية، يعد إنجازا كبيرا وعظيما. وختم قائلا: تم التوقيع، ويبقى الآن على أطراف الاتفاق إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق الرياض، كل ذلك ضروري لاستكمال معارك التحرير ضد الكهنوت الحوثي ومن خلفه إيران المارقة من كافة القوانين والأعراف والنظم الدولية والإقليمية.
نصل مشاهدينا الكرام نحن وإياكم إلى آخر مقالاتنا السياسية للكاتب والصحفي فيصل كيال، مقالا تحت عنوان إيران تنتفض، واستهل المقال بالقول بأنه يثبت النظام الإيراني في كل حين فشله في المحافظة على السلم والأمن كما يدعي، بل يثبت لنا أكثر أن تصدير أفكار الثورة الخمينية الباطلة ما هو إلا تصدير للإرهاب وأزمات اقتصادية واجتماعية في كل أرض شريفة يقتحمها هذا النظام الفاسد. ووصل قائلا: لست في حاجة إلا أن أذكر الشواهد التاريخية للعمل التخريبي الذي هو شعار لذلك النظام وحرسه الثوري وأحزابه الإرهابية المختلفة في المنطقة، مهما تعددت أسماؤهم وشعاراتهم، إلا من أجل إلقاء نظرة على ما يحدث في منطقتنا الآن في الدول المجاورة. ووصل كاتبنا موضحا بأن النظام الإيراني فقد شعبية كثيرة من مناهضيه من الطوائف الشيعية الذين كانوا هتفوا بأسماء شيوخهم الغائبين الحاضرين المختبئين خلف الكاميرات طوال الأعوام الماضية، مطالبين إياهم بالظهور وإثبات الوجود في إيجاد حلول وعوامل اقتصادية تساهم وتغير وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية التي تتدخل في شؤونها إيران. وأكمل قائلا: أحداث اليمن الذي أبى الشعب اليمني الذل من قبل التدخلات الإيرانية التي استمرت قرابة 4 سنوات بالمضي في هذا الهوان لينتفض مجددا ويعود إلى الصواب عن طريق التحالف العربي بقيادة السعودية في الإبقاء على شرعيته ومؤسساته في حرب أوقفت جميع مؤسسات الدولة من التحرك ومواكبة العصر الحديث لأربعة أعوام ماضية. ختم كاتبنا مقالته مشيرا إلى أن السعودية بذلت كل ما فيها من خدمة للمصلحة اليمنية العامة، ملبين نداء الحكومة الشرعية الذي دائما ما يحاول النظام الإيراني الإطاحة به بتسليح جماعة الحوثي وترهيب المواطنين اليمنيين والسيطرة على ممتلكات ومؤسسات الدولة، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق الرياض. وختم قائلا: أقر اتفاق الرياض عودة رئيس حكومة الشرعية إلى عدن لإعادة ترتيب المؤسسات والمنظمات الحكومية وتشكيل حكومة مشتركة بين الحكومة الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي من خلاله سيعيد المياه اليمنية لمجراها ويعيد اللحمة الوطنية الإصلاحية والاستقرار الذي افتقده الشارع اليمني بأطرافها السياسية وطرد كل ما فيه مفسدة للوحدة الشعبية اليمنية. والآن مشاهدينا الأعزاء نعرج على بعض منصات التواصل الاجتماعي لاختيار أهم المواضيع التي تم تداولها خلال هذا الأسبوع، والبداية مع تغريدة في تويتر لوزير الإعلام عمر الإرياني حول التلاعب الذي تقوم به الميليشيات الحوثية وزعمها بتمسك بالسلام، حيث هي بالواقع تقوم بخداع المجتمع الدولي والإقليمي بهذه الشعارات وتعمل على إعادة ترتيب الصفوف والتوسع من جديد. وغرد قائلا: تجارب اليمنيين مع الميليشيا الحوثية تؤكد أن السلام الذي تتحدث عنه وتسوق له أطراف دولية وإقليمية مجرد استراحة محارب لامتصاص الخسائر والتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الصفوف والتوسع من جديد، فيما مرجعيتها الإيرانية تحيك خيوط المؤامرة للوصول إلى الهدف المنشود. ومن صفحة سفير بلادنا والمندوب الدائب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو الدكتور محمد جميحة في تويتر اختنا لكم هذه التغريدة، حيث استنكر وبشدة ما حصل للمتحف الحربي بعدن وما حصل لهذا الصرح التاريخي من تطور في تعد صارخ للحرمات الثقافية والأثرية للبلاد، حيث غرد قائلاً:
حتى المتحف الحربي في عدن وصهاريج المدينة لم تسلم من سلوك عقلية السلب والنهب. تأجير جزء من المتحف دكانا خاصا يجب أن يتوقف ويجب أن توضع اليونسكو في الصورة. والسلطات الأمنية في عدن تتحمل كافة المسؤولية أمام المنظمات الدولية في تجريف التراث الإنساني للبلاد. وحول الموضوع ينضم إلينا من عدن مدير عام مديرية صيرة الأستاذ خالد سيدو. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ خالد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. حادثة الاعتداء على معلمة تاريخية مهمة كالمتحف الحربي بعدن قد أثارت حالة من الغضب الجماهيري العارم. انتقدت الجرأة على انتهاك الحرمات الأثرية والتاريخية خاصة وأن موقع المتحف الذي تعرض للانتهاك يطل على شارع رئيسي وسوق شعبي في كريتر. ما هي دوافع الباسطين المعتدين على حرم المتحف ومن أعطاهم الحق في هذا العمل؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكر قناة عدن على تفاعلها مع هذا الحدث الذي حصل في مديريتنا. طبعا الشخص المعتدي على حرم المتحف تم البناء من الداخل من الساحة الداخلية للمتحف، ومن ثم تم العمل في المساء في ظل غياب الرقابة، وفاجأنا في الصباح وجود بوابة على السور الأمامي للمتحف وبلغنا رسميا، تم النزول وطلبنا من الشخص الباسط على الموقع أي أوراق تسمح له بقيام بهذا العمل. طبعا هو يتحقق بلديه توجيهات من ذو العام 93 بصرف هذا الموقع. نحن بدورنا أعطينا توجيه بإغلاق المحل وإعادته كما كان سابقا، لكن للأسف الشديد للإنصاع أعطيناها أمر كتابي رسمي من قبل قسم الأشغال أيضا للإنصاع. قمنا بتنسيق مع الأخوان في المحافظة والأخوان أيضا في المجلس الانتقالي، وجهزنا حملة أمنية حماية للأخوان في الأشغال، وتم النزول وقلع هذه البوابة وسد الفتحة وإغلاقها نهائي. طيب هل أخبرتم الجهات الأمنية بالنزول والإغلاق؟ طبعا أول ما ولغنا بهذا الموضوع تم التنسيق مع الجهات الأمنية وخاصة الأخوان في الحزام الأمني في المديرية، والذين أبدوا استعداد في النزول معنا، وفعلا كانوا حاضرين معنا أثناء قيامنا بإغلاق هذه البوابة، لأن هناك كانت معلومات أنهم مسلحون موجودين داخل هذا الموقع. لكن الحمد لله تم قلع هذه البوابة وإغلاق الفتحة نهائيا، وأيضا حضر فيما بعد الأخ الذي يدعي لفتح هذا الموقع، وأحنا الجهات الأمنية لتخذي في حقه. وبالنسبة للمواقع الأثرية الأخرى، هل في إجراءات أخرى؟ بعض المواقع الأثرية أيضا توجد بعض العشوائيات ولكن ليست حديثة. بعض مثلا في الصهاريج هناك بعض المباني العشوائية تم استنائها منذ العام 2011، هناك بعض المباني الحديثة التي بنيت أيضا في نفس الموقع بالقرب من السور، وأيضا نحن في المديرية كلفنا قسم الأشغال بالنزول وحصر كل هذه المواقع وإعطائهم إشعارات الهدم، وتم رفع تقرير مفصل للأخوان في المحافظة تحدثنا فيه عن مطالبنا من أجل القيام بهد هذه العشوائيات. حددنا فيها تحديد بعض الآليات التي يجب أن تستخدم في إزالة هذه العشوائيات، على اعتبار أن هناك بعض المباني من 3 أدوار وبنيت بناء مسلح وهذه تحتاج معدات خاصة، لذا نحن رفعنا للأخوان في المحافظة بالمطابة بالمعدات التي تفي بالغرض لهد هذه العشوائيات، إضافة إلى تحديد قوة أمنية وكيفية حماية عمال أشغال أثناء القيام بهذه العمل. لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يتم توفير هذه المعدات ولم يتم تحديد الساعة الصفر للقيام بهذه المهمة لهد هذه العشوائيات التي في الصهاري. أيضا في نقص أن نتكلم بكل شفافية، هناك ايضا بعض المباني العشوائيه فيما يسمى برج الصمت او مقبره الفرس بيعلى قبل شمسان،
بنيت هذه بعض العشوائيات بنيت من قبل بعض النازحين الذين جاؤونا من مناطق الحروب مثل كعز والحديده، اضافه الى بعض المهمشين الموجودين لدينا في المديريه. ايضا تم حصر هذه المواقع باذن الله تعالى، ورفعت تقارير الاخوان في المحافظه، وباذن الله تعالى ما توفرت الاليات والقوى الامنيه الحاميه لهؤلاء الاشخاص الذين ينزلون لهذا الهد وقاعدين في المديريه في اي لحظه للنزول تنفيذ هذه المواقع. شكرا لك أستاذ خالد سيدو على هذه التوضيحات، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وإلى آخر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اخترنا لكم تغريدة من صفحة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور يحيى أبو حاتم، حيث تحدث عن أن اليمن تكمن قوتها وإرادتها في قوة أبنائها الأحرار المتمسكين بالجمهورية وينبذون الطائفية والمناطقية والحزبية، وغرد قائلا: اليمن أغلى من البطاقات الحزبية والولاءات الشخصية والطائفية والحزبية والمناطقية، اليمن هي هوية الأحرار والجمهورية، هي معيار الوطنية والوحدة، هي قوتنا ومصيرنا والحوثي عدونا والمملكة سندنا وعضيدنا بعد الله سبحانه وتعالى. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام النشرة، لا تنسوا متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي عدن تيفي عدن تيفي، إلى اللقاء.